حبيبتي، خليكي كويسة. احنا هنرجع على طول. باي. انا ممكن اكل كاندي وما حدش هيمنعني. هاي، انا هوريكم ازاي بسهولة ممكن تهربوا كاندي من اهلكم. بصوا، هما مش بيشوفوا غير التلفزيون بس. ايه ده؟ كاندي؟ اوه لا، مش بالسرعة دي. ووبس، ايه ده؟ ولا حاجة، مش ممكن، مفيش كاندي تاني. انا هشيل ده بعيد. والكولا، كل الكاندي بتاعتك. انا مفيش معايا حاجة تانية. اوكي، خدها. الكاندي في فمك؟ لا، روحي اوضتك. اوه مش ممكن. يا ترى اهلكم بيسمحوا لكم باكل الكاندي؟ قولوا لنا في التعليقات. هاي، انا مخبيه كاندي في علبه اللوشن بتاعت ماما. اللوشن بتاعي كان هنا، هو راح فين؟ اعتقد ان انا عارفه. انت ليه محتاجه اللوشن بتاعي؟ اوبس. اوه حبيبتي، ده علشانك. لو خلصتي المهمة ممكن تاخدي كاندي. انا ما عنديش اختيار. عملتها، هايل. اوه ايوه، انا معايا كاندي. صباح الخير. هاي يا حبيبتي، انا رايحة الحمام تاني. اقفي، تعالي وريني معاكي ايه. ده معجون اسنان حقيقي. اتفضلي، دي حاجه مريبه قوي. انا موافقك. عسل مجمد لذيذ. اوه ايوه، هنضيف الوان طعام جل العسل ونضيف جليتر قابل للاكل. نقص انبوبه معجون اسنان من العنق ونشيل الحرف وننظف الأنبوبة. هنقفل الأنبوبة ونملى الأنبوبة بالعسل. نقفل الحرف بورق الزبدة ومكوة الشعر ونلزق ليبل للتزيين. هنسيبها في الفريزر من 6 ل 24 ساعة. لا، من الأفضل تاكليها على طول. حبيبتي، أنا خلاص غسلت أسناني. برافو عليكي، حركتي. أنا اللي كسبت. هاي، بلطوماتر وشمسية؟ ووبس، ليه؟ الجو شمس برا. هتحميني من حر الشمس. حبيبتي، شوفي بنتنا. دلوقتي هي بتعمل سنوركلينج. أنا فهمت، محاولة كويسة، لكن هاخد الكاندي كان بعيد. ده أصعب مما كنت فاكرة. اكتبوا لنا طرق تانية تهربوا بيها الكاندي وأنا هجرب حاجة تانية. آيباد شوكليت، ده ممتع. هنغطي الفتحات اللي على جراب التابلت السيليكون ونملاها بشوكولاتة زينة ونسيبها تجمد ونضيف عليها طبقة من الشوكولاتة السوداء. هنستنى لحد ما تجمد ونطلعها من القالب. نرسم التفاصيل بماركر الطعام ونضيف عليها بودرة لؤلؤ ذهبي ونضيف طبقة من ملمع قابل للأكل علشان الشاشة تكون بتلمع ونضيف الإطار من ورق الرز. شكله حقيقي. ماما بتندهني. ايه الاخبار؟ انا هقرا الاخبار اونلاين. مش شغال، اعتقد انه فاصل. الشاشه مش شغاله. هي دي شوكولاته؟ ايه اللي بيحصل هنا؟
الشوكولاتة لذيذة جداً، وانتي ركزي على القراية. نعمل بابيت بجامي كاندي، مش مشكلة. أهلاً يا حبيبتي، إيه أخبار المدرسة؟ كويسة يا بابا، أنا شامم كاندي. في إيه في الشنطة؟ نوت بوك، قلم، بابيت. مفيش حاجة مريبة. أوكي، بابا ما كشفنيش. هنعمل كم طعم مختلف من الجيلي ونملى البابيت بألوان مختلفة ونعمل غطا بلاستيك للطعام ونسيبه ينشف. أنا لسه عندي بابيت الجاميز. واو، نفعت. ده علشانك، دي هدية صغيرة. واو، هلا، ده رائع. مفيش هدية علشاني؟ أوبس، انتي عايزة ماركر؟ لا. سيمبل ديمبل. هندوب ايزمود ونضيف الوان طعم ابيض احمر وازرق. نصبه في قالب سيمبل ديمبل سيليكون ونوصل خطة في حلق ونعمل قاعدة من قواعد الكيك. أنا عملتلك حلق. واو، جميل قوي. ده كان سهل ولذيذ. باب تيوب من اللبان. هاي حبيبتي. مية؟ أوه لا، ماسورة بتسرب. أنا لازم أصلحها. هاي. فكرة، أنا هستخدم البوب تيوب بتاعت بنتي. هنسخن اللبان، نعجنه ونلونه بألوان الطعام. نلفه ونعمل شكل البوب تيوب. نعمل شكل مستطيل ونلف الأنبوبة ونضيف نهايات. ما بقتش بتسرب تاني، لكن الحنفية لسه مش شغالة. اللبان اتحول لبالونة كبيرة. حبيبي، ايه اللي حصل؟ أنبوبة بتسرب. اتصلحت، مين اللي هيدفع؟ حبيبتي. باي باي، حصلتي دي كل فلوسي. شكرا جدا. الكندي اتضح انها غالية قوي. هنبدل الكندي مكان كور الجل. يلا العبي. أنا بدلت كور بالكندي. بصوا، اضربي. أنا عملتها بالظبط في الفتحة. بنتنا موهوبة. وضربة كمان. أنا كمان عايزة أجرب. أنا انتهيت. أنا كنت هاي لما كنت صغير. بصي. وبس، كاندي انكشفت. دلوقتي هنشيل كل الكاندي، لكن دقتك كانت مذهلة. أنا فشلت تاني. لبس ساحر. هاي، بصوا، أنا بلعب بالكور. برافو. أنا شامم ريحة كاندي. هي دي شوكولاتة فعلا؟ أيوة، جربي تلعبي بالبيض. أو لا،
انتي محتاجة تطوري المهارات بتاعتك. هي دي الطريقة اللي تلعبي بيها. أنا برمي الكاندي بتاعتك. مشكلة، لكن أنا لسه عندي برنيطة الساحر. نفعت. هاي، أنا معايا جيلي العسل للحلم. حبيبي، النهاردة يوم الكاندي. واو، يلا نروح نفرح بنتنا. كفاية كده، مش عايز أكتر. بابا وماما، مفاجأة يا حبيبتي، النهاردة يوم الكاندي، وده علشانك. أوه لأ. What? حبيتوا الفيديو بتاعنا؟ قولولنا في التعليقات ايه أكتر طريقة عجبكم تهربوا بيها الكاندي من أهلكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش الفيديوهات الجديدة المضحكة من تروم تروم.